رجعنا لكل الناس اللي بتتابعنا صباحاتنا السودانية في آخر فقراتنا لهذا الصباح. سعيدين جدا في هذه المساحة نتحدث عن الدراما، نتحدث عن الممثل السوداني، هذا الممثل اللي عنده يعني يمكن طريقة أداء مختلفة، طريقة مميزة، أداء رفيع ومختلف. سعيدين جدا في أنه نتكلم عن هذا الموضوع بحضور الفنان الكندي الأمين معنا في صباحاتنا السودانية يمكن لأول مرة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا شهد، وفعلا أول مرة. ومن خلالها يعني عايز أحيي كل مشاهدي سودانية 24، وسعيد أن أكون بيناتكم الصباح ده. والله احنا برضو سعيدين بوجودك معنا في هذا الصباح. وقبل ما ندخل في تفاصيل حوارنا وحديثنا، خلينا ندي نظرة أقرب لكل المشاهدين اللي بتابعونا عن بعض الأعمال الخاصة اللي قدمها الفنان الكندي الأمين من خلال هذا الفيديو. خلونا نتابع مع بعض. يا أمي بي، مصر دي قريبة يا أمي بي. وهوش ليه ولده ما صدق موته وباع الجثة؟ يا أمي يا أمي، كلام شنو بسم البدن ده؟ الله يعوض فيك يا ولدي، الله يعوض فيك. يا أمي، يما يا أمي، صاحب أبويا في مصر اسمه منو؟ لكن يوسف. تاني يوسف يا بيتوي؟ يوسف ده تنسيه خالص. بس يا ابو يوسف ده مش ولد عمتي. الو الو يا منو ده؟ أنا يوسف يا سارة. معقولة؟ أنت الإنسانة الوحيدة أنا كنت متخيلة فاهمني. على العموم مع السلامة. متذكر خطانا مشيناها مع بعض، وأثار خطانا على الرمال بتشيل الريح وبتدفنه. مع السلامة يا سارة، بتمنى لك كل توفيق. يمكن دي كانت لقطات من فيلم متى يعود، كان تكلم او يعني انتج ما بين مصر والسودان او بين القاهره والسودان. قبل ما نخش في تفاصيل الحديث حول مواضيعنا، خلينا نتكلم سريعا عن هذا العمل. العمل ده هو بيتكلم عن السياحه بين في مصر وفي السودان، وان الاستثمار ممكن يتم في بلدك في السودان هنا في مجال السياحه، تلقى عائد أكبر وتلقى أرباح أكثر، لأنه في السودان مثلا عندنا بيئة صالحة للسياحة، عندنا مناطق سياحية كثيرة جدا. هو الفيلم عملناه أنا مشيت مصر عشان استثمر في مجال السياحة، رغم أنه أبوي كان عنده منتجع في الدراما يعني في البجراوية وفي السبلوقة وكذا. أنا حسيت بأنه هنا لا، ده ما هيجيب لي فايدة، وأنه مشيت مصر عشان استثمر ورجعت خايب ما في أي قروش ما استثمرتها، بالعكس قروشي راحت هناك في مصر. وجيت بديت من البداية في السودان. عايز نقول يعني المقولة الختامية بتاعت الفيلم إنه في بلدك ممكن تستثمر، ممكن تنجح، ممكن تكون أي حاجة أنت عايزة. والسودان أرض سياحية خصبة يعني يمكن، بس لكن كيف الطريقة اللي بتفعل بها؟ صح. طيب خلينا نتكلم بعد شوية عن أعمال أخرى، لكن قبل كده الفن عموما يعني في حياتنا ما عنده حدود، والإبداع برضو بيتمثل في الإصرار وفي شق الطريق. العبارات المهنية دي دايما بيقول لك مثلا أنا شقيت طريقي، أنا أصريت، أنا عندي إبداع كبير جدا لسه ما قدمت منه. العبارات دي في حياتك المهنية موجودة، لكن دايما الزول بحس بانه وصل. طبعاً انت حسيت انك وصلت خلاص، يبقى خلاص اقعد ما تشتغل ثاني. صح. فدايما بحس بانه عندي طموح اعمل اكثر كذا يعني.
بديت انتج بدري شديد دراما يعني الفيلم الفات من انتاجي انا، فلانه ما كنت الاقي مجال انه احقق ذاتي في الدراما السودانيه وانا بحبها جدا يعني. من عمري 9 سنين انا ممثل في برامج الاطفال، ما غبت خالص عن الساحه الدراميه، لكن كان ما بيقدموا لي المخرجين اقل من امكانياتي كثير او احساسي بان انا اكثر من كده. ما قدرت اطلع الجوايد الا بقيت انتج براي. يعني يقول لي انت عشان تمثل مثلت بقروشك. وما زعلان، سعيد على الحاجه دي يعني، لانه لما بقيت انتج بقيت اختار يكتبوا لي شخصيه بتشبهني، يعني كاتب يكون بيعرف كندي يفصل لي الدور امثل الشخصيه الرئيسيه كده. بعد ذاك اذا عرفتها اذا عرفت المخرجين بيجوا يختاروني الادوار الاصلا من زمان المفروض يختاروني لها. ايوه، فزول لما يكون عنده طموح بيحقق العايز. دي المشكله اللي بيقع فيها كثير من المبدعين، انهم بيكبتوا حدود امكانياتهم وحدود قدراتهم في حتات معينه او في زوايا معينه، فالنتيجه بتكون انه ما كل الحاجه اللي عند الشخص بتطلع. صح. طيب نتكلم عن الانتاج الدرامي في السودان. طبعا هو متعسر جدا. يعني انت عشان تنتج لازم يكون عندك يعني جو صالح للانتاج. في السودان هنا عندنا معيقات كثيره تعيق الزول عشان ينتج، او بعد ذاك لو اجتهدت وانتجت يعني ما هي القناه واحده اللي بنبيع لها احنا، هي تلفزيون السودان. يعني معروف من زمان تلفزيون السودان هو اللي بيشتري الافلام دي الشراء الاول، لانه هو بيدفع لك قروش ممكن تغطي التكلفه الانتاجيه. باقي القنوات ممكن يعرضوا لك الدراما دي لكن بمبالغ زهيده، بكون عرض ثاني ثالث رابع كده. فانت عشان تنتج بعد ذاك التقييم المالي في تلفزيون السودان ضعيف جدا، يعني ممكن تكون تخسر. كان سنه متى يعود انتجته في مصر، مشوا معي الاستاذه هلاغه ربنا يديها العافيه يعني من حيه لو شايف انا، استاذ محمد صالحين وحنان عوض الجاك وعوض شكسبير وموسى الامير. مشينا مصر مثلنا هناك، والتكلفه الانتاجيه في تذاكر واقامه واكل وشراب كده، وعملنا المشاهد في مصر. جيت في السودان بنفس الغدر معي كان استاذ فايز عمسيب، استاذ اخلاص نور الدين، استاذ عمر الخضر الله يديهم العافيه برضه ونحييهم من هنا. برضه تكلفه جديده وكده. لو مشيت اديت الفيلم عشان ابيعه لتلفزيون السودان الزمن ذاك، والتلفزيون بيشتري اي دراما بيشتري الفيلم وفي لجنه مشاهده بتجيز وكده، ادوني مبلغ ما يغطي يعني شغل السودان، خلي مصر لان اسوه بالافلام الاخرى يحددوا مبلغ معين للفيلم، يعني الفيلم ب 30,000 مثلا بس ما يزيدوها بغض النظر عن تكاليف الانتاج. أيوة. والظروف اللي انتجت فيها. عشان كده يلا الحاجه دي ما بتشجعك انك تمشي تنتج برا او تتكلف شديد في الدراما بتاعتك، لانه في النهايه انت حتاخذ مبلغ زيك وزي اللي بينتج بيجاي الشارع الثاني منكم. فانا ما حادعك وانتج دراما ويجي في النهايه التقييم المالي بتاعي خسرني يعني. فعشان كده قررت انه انتج قبلي، يعني كان عندي افكار كثيره انه امشي وين وامشي وين، يعني انقل مناظر كثيره من بلاد كثيره سافرتها انا فاحبطت حقيقه. نعم. يعني فدي مشاكل الانتاج. بعد ذاك هنا بتصرف كثير شديد، يمكن كل الدراميين اللي بيجوا عندنا في اي لقاء من لقاءاتنا بيتكلموا عن مشاكل الدراما وعن مشاكل الانتاج، وهي حقيقه ازمه حقيقيه، لكن بقدر الدراما البسيطه اللي بتنتج واللي بتعرض في التلفزيونات بنلقى انه الناس بتحبها، بنلقى انه الناس بتتابعها، بنلقى انه الناس بتشاهدها، فده مؤشر كويس انه الناس عايزه دراما، تستقبل الدراما حتى على مستوى المسرح، حتى على مستوى المسلسلات. في كثير من الـ من الـ من الـ من الاراء والتعليقات والشد والجذب في المواضيع دي، ده بياكد على انه الدراما السودانيه ما زالت مؤثره. صح. احنا هنمشي نتابع جزئيه صغيره من مسلسل جوهره بحر ابيض، برضه كان من انتاجك. خلينا نتابع ونرجع. لا ما ينتج. ما كان من انتاجك؟ طيب ما في مشكله نتابع. قبل ما نتكلم عن موضوع جوهرة بحر أبيض
والكلام بتاع او الموضوع بتاع المسلسل، ليه زعلت ساره؟ ساره انا بحبها في المسلسل، ويعني عايز انا طبعا بدايه المسلسل زول فقير جدا وعامل في مغلق، بكون سايق عجله وكده، تملخت وتاجرت وبعت وسرقت ونهبت وبقيت ملياردير كده. فعايز اشتري اي حاجه جميله، وعملت مدارس انافس بها الجوهره، مدارس الجوهره وكده، مدارس يعني التعليم الخاص. عايز نقول انه ممكن الزول من لا شيء، حتى انا ما متعلم في المسلسل، لكن بعمل مدارس خاصه وببقى المدير وببقى زول مرتاح جدا. فداري اختني اي حاجه جميله من ضمنه ساره، وهي عندها مبدا وعندها يعني اخلاق عاليه شويه، بترفض الحياه دي كلها، حتى بحاول ارشي ابوها واخوها وبتاعه اجيب لهم النواقص، لكن في النهايه بترفضني خالص. ترفضك خالص، والله بالغت ساره. طيب شنو الحاجه اللي ناقصه الدراما السودانيه عشان تواكب الحاجات اللي بتدور في المجتمع بشكل واضح؟ يعني الطرح بتاع الموضوعات والحاجات اللي بتتقدم في الدراما السودانية في وجهة نظرك الخاصة، هل هي بعيدة عن ما يدور في المجتمع؟ أبدا، بالعكس هي لب المجتمع. يعني المواضيع اللي بنطرحها دائما هي من المجتمع، بس بعد ذلك بضيفوا لها يعني بهارات كده أو ضرورات درامية عشان تكون يعني عند المشاهد. شايف انها هي بتجيب كل الحاجات اللي في المجتمع ولا في جزئيه معظمها؟ في حاجات ما ممكن تعرضها انت، يعني في اشياء ما بتتعرض في المجتمع موجوده، لكن ممكن تشير لها اشاره. وبعدين الدراما هي ما نقل المجتمع زي ما هو، لازم تعمل له تجميل شويه او تضيف له حاجات، بقول لك ضرورات دراميه. فنحن قاعد نواكب وبننقل الشكل المطلوب في المجتمع، لكن تنقص الدراما السودانيه بصراحه الاهتمام. يعني تحديدا تحس بانه الجهات المسؤوله، وزاره على يعني تلفزيون على كده، ما مدي الدراميين حقهم الحقيقي. وبعدين الانتاج مهم شديد، يعني لازم المال يتوفر عشان الناس يقدروا يشتغلوا الشغل الكويس. ما في ناس محترفين هسه الدراما، يعني ما ممكن انا اجيبهم عشان يشتغلوا معي دراما سودانيه ولا يمثلوا معي من غير عائد او مقابل مادي، لان دي شغلتهم الحقيقيه. فبتلقى انه هسه مثلا انا بنتج مرات كثيره باخر لهم قروش شديد، لانه بكون ما عندي. هم حبا في الدراما بيشتغلوا معي، لانه عايزين يسهروا، عايزين يرفعوا الدراما دي لفوق. كلنا لما مثلنا، انا مثلا في انتاجي ده ما كنت متوقع عائد مادي ذاته اصلا، بكون داير مثل عشان انا بحب الدراما. وكل الدراميين بيحبوا الدراما شديد، وممكن من اجلها يعملوا اي حاجه، لكن بنتمنى الدوله تهتم شويه بالدراما وتنتبه لها، لانه الدراما ممكن يعني ما توصلوا الدراما في 10 دقائق او في نص ساعه، ندوات ومحاضرات ومليون حاجه ما توصلوا خالص. صح يستاهل الممتنع طبعا. اكيد الدراما واثرها في المجتمع كبير وواضح جدا. وزي ما قلت لك يمكن في حديثي معك، في انه الناس فعلا بتحب الدراما السودانيه وبتشاهدها وبتتابعها وبتفرح وبتتبسط لما تشوف دراما سودانيه. صح، ده بنشاهده يعني بنلاحظه نحن في الشارع. صح صح، دي محبتهم، دي هي اللي خلانا نصير علينا نكون موجودين. صح. يعني طيب السؤال الدائم واللي يمكن بينطرح على كل الضيوف اللي بيجونا، احنا تكلمنا عن الحاضر بتاع الدراما، مستقبل الدراما، مستقبلك كالكندي الامين. والله بتمنى يكون يعني اجمل من الماضي، لكن لحد هسه نحن الماضي اجمل. فاتمنى المستقبل يكون اجمل، واتمنى يكون يعني يفتحوا لنا ابواب عشان ننتج الدراما بشكل كويس، عشان نشارك فيها. وهسه في قنوات كثيره، يعني انا بصراحه بشيد جدا بالسودانيه 24 انهم منتبهين للدراما ولحاله الدراما وبينتجوا دراما. يعني هسه في رمضان الفات يمكن القناه الوحيده اللي انتجت الدراما. صح. فبنشد على يدهم ونقول لهم شكرا جزيلا، يعني
مثلا اكس لارج ما في زول ما شاهده. احنا بيتنا 24 ساعه صح بنفتح السوداني دراما عشان نحضر اكس لارج. نعم. نحضر حاجات كثيره موجوده عندكم هنا دراما، وعشان برضو كان من المسلسلات اللي تعرضت في 24. نعم. يعني نتمنى كل القنوات تحزو حزوة السودانية وينتج، يعني نسنية الأزرق مثلا بدو كده ناس ما يدعوا الصديق أهلك القدام. التحية التحية للمخرج مجدي عوض الصديق وكل القائمين على أمر قناة النيل الأزرق. إحنا بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، ومبسوطين إنه دي أول مرة نشوفك، ونتمنى إنها ما تكون آخر مرة إن شاء الله حضورا معنا في استديو صباحات سودانية أو أي برنامج من البرامج. بنسعد بك كثير، وشكرا على وجودك اليوم معنا الفنان الكندي لك. شكرا لك أخت شاهد، وبشكر كل الطاقم الفني تحديدا صديقي المصور الهمام الهادي. ده صديقنا الدرامي، يعتبر لأنه كل الدراما اللي احنا انتجناها صور الهادي. فسعيدين بوجوده معنا في الاستوديو، سعيد بكل الناس، مصطفى تحديدا نحييه برضو. مصطفى تحية يا مصطفى. وكل الموجودين في السودانية. سعيد تشديد يا شهدي بالإرادة. تسلم، الله يخليك، والله أنا الأسف.